وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة النائب محمد عيسى العباسي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب. مساء الخير سيد محمد، ولو تطلعنا على أهم ما طرحته هذه الندوة. شكرا لكم على الاستضافة وتسليط الضوء على يعني أهم ما تقوم فيه السلطة التشريعية في مملكة البحرين. حقيقة اليوم كانت ندوة تطرقنا فيها عن أبرز ما قام فيه المجلسين في الدور التشريعي والرقابي بغرفتي مجلس النواب ومجلس الشورى. طبعا قدمت اليوم أنا أيضا ورقة في هذه الندوة تحدثت عن الدور الرقابي في مجلس النواب، وأيضا الأخت العزيزة سعادة العضو دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية بمجلس الشورى قدمت ورقة أيضا تتعلق بالجانب التشريعي بالنسبة لمجلس الشورى. راح أركز يمكن أكثر على الجانب الرقابي بحكمنا يعني تحدثنا فيه وهو ما يختص فيه المجلس النيابي عن مجلس الشورى. وطبعا الدور الرقابي هو يعتبر عمل أساسي وركن هام لقيام الأنشطة الديمقراطية المتقدمة في كافة الدول. تحدثت عن الدور الأول والدور الثاني من فصل التشريعي الخامس بأن كان المجلس ازدياد كبير بين الدور الأول للدور الثاني بنسبة فاقت 150% بالنسبة للأمور الرقابية اللي طرحها المجلس، وكانت هي السائدة في عمل مجلس 2018 لأنه ركز على الجانب الرقابي بشكل كبير وفعل 6 أدوات دستورية من أصل 9 أدوات قرغلة دستور تطرقنا فيها بالتفصيل. أيضا تحدثنا عن تطور الأدوات الرقابية منذ انطلاق المشروع الإصلاحي اللي أطلق سيدي حضرة صاحب الجلالة في عام 2001 بإطلاق ميثاق العمل الوطني، وتطورها حتى يومنا الحاضر بالتعديلات الدستورية اللي طرأت عليها في عام 2012 أو حتى في 2018 متعلقة بتعديل الأسئلة، وإضافة المناقشة العامة وبرنامج مناقشة برنامج عمل الحكومة كإضافة نوعية حقيقة امتازت فيها مملكة البحرين بأن تتقدم الحكومة ببرنامج لمدة 4 سنوات للمجلس، يتفق المجلس مع الحكومة على هذا البرنامج للعمل عليه، وهي خطوة متقدمة حقيقة في الدور الرقابي للمجالس النيابية. فكان التركيز على التطور التشريعي في جانب الأدوات الرقابية للمجلس النيابي والتشريعات المهمة أيضا اللي عمل عليها المجلس طوال هذه الفترة. وركزوا السادة أعضاء مجلس النواب وأيضا أعضاء مجلس الشورى على نقطة مهمة وهي زيادة التنسيق والتعاون بين المجلسين لما يخدم الوطن والمواطنين بالدرجة الأولى، وأيضا التعاون مع السلطة التنفيذية حتى نصل إلى الغاية الحقيقية وهي خدمة المواطنين وخدمة هذا الوطن الغالي علينا. فكانت هذه أبرز النقاط اللي تطرقنا فيها في هذه الندوة. نعم سعادة النائب محمد عيسى العباسي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، شكرا جزيلا لك.